Hi everyone, I'm guessing no. I don't know, I'm not sure if everyone is on here. Should I start? Alright. Okay. Hi everyone, اسمي أحمد سمير. أنا investment أو associate sorry في Cairo Angels. Cairo Angels is a angel investment network. Basically what that means إن احنا أول شركة استثمار في مصر من ساعة 2011 استثمرنا في حوالي 25 شركة. بنستثمر بشكل رولينج، ففي أي وقت ممكن نستثمر في أي شركة. وبإضافة البيزنس لاين بتاع الاستثمار عندنا كذا حاجة تانية زي مينت انكيوبيتر ان بارتنرشيب وذ اي جي بانك ومين. تكميلا على الكلام اللي كان نجاتي قاله في أول حلقة لي، السيريز دي كلها هتبقى بتتكلم على entrepreneurship 101، وهي بتعبر عن الحاجات اللي كانت هتفيدني او هتفيدنا اكتر بكتير لو كنا سمعناها في اول الطريق. والنهارده هنتكلم على how to pitch. طيب، just to make sure everything is great، انا اول حاجه بامل ان كل الناس اللي بتسمع كويسه و they're staying safe، قاعدين في بيوتكم مش بتحاولوا تخرجوا. طيب، الوركشوب او الويبينار هيتكلم على pitching your startup. طيب ليه انا بتكلم فيها؟ انا بشتغل في mainly mint incubator alongside ال role as an associate. طيب، mint incubator هي تعتبر حضانة اعمال، بتاخد شركات الناشئة لمدة 3 شهور، ناخد من حوالي 10 ل 12 شركة ناشئة، وبنديهم بقى ورش عمل، بنديهم منتورز تساعدوهم كل الكلام ده. وفي نفس الوقت ببقى انا شغال من ناحيه كايرو انجلز عشان حته الاستثمار زي ما قلت، واخر حاجه في مين ميدل ايسترن انجل انفستمنت نتورك، ودي بتبقى عباره عن ملتقى للمستثمرين، بتتعمل بقى في مكان بره القاهره، وبرده بيبقى عندنا انشطه شغاله طول السنه. طيب، بما ان انا اتكلمت شويه على اللي انا بعمله، ليه بقى انا بدي هاو تو بيتش؟ طبعا اكتر حاجه ممكن تلاحظها ان انا ما عنديش ستارت اب، فبالتالي I never actually pitched، بس I did see a lot of، يعني شفت pitches كتيره جدا، حوالي 200 ستارت اب على الاقل عملوا pitch قدامي. فده ساعدني ان انا اتعلم حاجات كتير قوي، اتعلمت منهم واتعلمت طرق مختلفه من عن طريق ال 200 واحد اللي قدم لي فكرته. غير كده فرض شغلي انا برضو بتعامل مع ستارت ابس اللي هي شركات ناشئه لمده 3 شهور، على الأقل شفت كل واحدة فيهم اللي هم حوالي 50 شركة بتقدم فكرتها يعني ما يقل عن 50 مرة. فبالتالي أنا شفتهم بيتغيروا على مدار الثلاث شهور، وشفت حاجات كتير في طريقة التلقي بتاعتهم. وأظن أهم من كل ده، وأهم من أنا لما كنت بديهم نصايح على زي بيتش، كنت أنا بشوف الناس التانية لما بتيجي تتفرج عليهم. فلما كان اقول لاي حد يجي يتفرج على الشركات الناشئه عشان يديهم نصايح على ازاي يحسنوا البيتش بتاعتهم، كان دايما بيرجع لي بالفيدباك يقول لي خليهم يعملوا كذا او يجربوا طريقه بطريقه ما. فكره ان انا عمال اشوف تحسن وعمال اشوف ناس بتقول حاجات مختلفه علمتني كتير قوي عن الناس بتدور على ايه. واخر حاجه، ودي اللي فعلا ممكن تكون اكتر حاجه كانت مهمه، ان انا لما كنا في كايرو انجلز بناخد الشركات عشان تقدم فكرتها للمستثمرين، كنت ببقى انا عارف اللي هو بيقوله، وبعد كده بسمع المستثمرين سمعوا ايه وبعرف اقارن ما بينهم. فبالتالي ببقى عارف الى حد ما ايه الحاجات اللي وصلت وايه الحاجات اللي ما وصلتش. طيب، اوكي، حاولت اقنعكم شويه ان انا ممكن ادي ويبينار كويسه، بس بعد كده بقى عايزين نتكلم على البيتشنج نفسه. اهم حاجه وانت بتقدم شركتك دي ممكن تكون اهم حاجه، انت تكون يو براكتس، تكون متدرب على اللي انت هتقوله وعارف كويس قوي انت هتقول ايه. ومش بقول كده لمجرد اقول كده، لا، هو بيبقى باين جدا لما حد بيقدم لي شركه وهو مش متدرب، مش عشان حاجه بس عشان انا ببقى شايف ان هو بيرتجل، وبيرتجل وهو مش بيدي احسن حاجه عنده، وده ظلم ليك. لو انت عارف انت طالع تقول ايه، ده بيبقى احسن فرض ليك. الشركات اللي انا كنت بشوفها بتجيلها اكتر انترست او اكتر ناس بتسال عليها بعد كده، اكتر مستثمرين بيسالوا عليها بعد كده، كانت بتبقى الناس اللي يوم بعد يوم حافظين اللي هما بيقولوه. الثلاث اربع ايام اللي قبل البيتش بتاعتهم كان بيسمعوا كانهم كاتبين وبيقروا.
دي اكتر حاجه ممكن تكون مهمه وما تستقلش بيها، ما تفتكرش ان دي حاجه ممكن انت ترتجل، انت كده هتكون بتظلم نفسك. طيب دربت كتير قوي، بتدرب بقى على ايه؟ انا هدي امثله بقى مش الحاجات اللي انا شفتها. كان في شركه عندنا، كان المؤسس بتاعها لما بيجي يتكلم كان بياخدني في اول الطريق يوصلني لاخر 5 دقايق وانا مش ملاحظ ان هو بطل كلام، مش بطريقه وحشه بس عشان هو بيديني قصه. فكانت هي شركه عربيات، فكان هو او يعني قطع غيار، فكان لما يجي يبتدي بيبتدي باتنشن جرابر، بيحكي لي عن قصته هو لما عربيه عطلت بيه، وفي الاخر خالص بيوصلني لان هو محتاج المبلغ ده عشان عربيته ما تعطلش. ممكن تكون كانت اكتر بيتش بسيطه سمعتها في حياتي، لكن البيتش دي كانت اكتر واحده لغايه دلوقتي لمت مستثمرين. ليه؟ عشان مهما انت مش مركز او انت مثلا مش عارف المجال اللي هو بيتكلم فيه، مجرد ما هو بيبتدي كلام وعينك معاه هي ما بتنزلش. فالمغزى من الكلام ده ان لازم يبقى فيه قصه، انت مش بتحكي مش بتقدم شركتك في اوضه او في محاضره، لا انت بتقدم فكره انت شايف ان هي هتنجح، ولما تيجي تقدمها في المستثمر هو لازم يفكر فيها بطريقه سهله. السهله دي معناها قصه، قصة بتدي بقى كل المعلومات اللي أنا محتاجها وفي نفس الوقت مش مملة. دي هتلاقيها عادة لو أنت عندك مشكلة في ده، ابتدي بالسبب اللي خلاك أنت تبدأ، الحاجة اللي قالت لك إن في مشكلة، هتعرف تبني كلامك على كده وهنتكلم فيها أكتر بعدين. والحاجة برضو هتبقى صعبة شوية بس كده كده مجزية، أنت لما تيجي تتكلم there was another company، شركة بتعمل roadside assistance لو عربيتك عطلت بييجوا يبعتوا لك وينش. المؤسس بتاعها كان لما بيجي بيتكلم هو انت عارف 1000000% ان هو واثق من نفسه، هو بيتكلم بيقول لك انا شركتي هتنجح وهتنجح عشان الاسباب دي، انت هتستثمر ولا لا؟ موضوع يعني هو كان بيتكلم الاوضه فعلا 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 بتبقى طالعه بتتكلم على قد ايه هو experienced، الشخص ده فعلا هيعمل حاجة بالشركة بتاعته. الحتة دي حتة ان انت تطلع ثقتك في شركتك وثقتك في نفسك في التقديم بتاعك، هو ده اللي هيبقى اصعب حاجة عشان تعملها، بس زي الحاجات اللي فاتت لو عرفت تعملها مش هتغلط. اوكي طيب نتكلم بقى على البيتش نفسها. البيتش نفسها مقسمة كذا اتجاه. اول اتجاه هي ان انت تاخد الاتنشن بتاع الناس، الناس لما هتسمع تبقى هي مش مركزه ماسكه موبايلها ولا اي حاجه، انت هتقول جمله الناس كلها هتسيب اللي في ايديها وتبص عليك. طيب حاجات زي ايه؟ كانت اكتر واحده بحبها كان هي اب بيطريه بتوصل لك الدكتور البيطري اي حته انت فيها. كان اول لما بيطلع بيقول حد هنا عنده كلب او قطه، الموضوع بجد بسيط قوي، بس كل مرة كان عيني بتطلع فوق وكل الناس بتبص حواليها تشوف لو في حد هيرفع ايده. It's a great attention grabber. وايه كمان غير ان هي بتجذب الانتباه، هي يعني directly related، يعني هي متصلة باللي هو بيقوله على طول، هو بيتكلم على كلاب وقطط عشان هو بيقدم خدمة للكلاب والقطط. فالحتة دي بتاعت ان هي تجذب انتباه الناس اللي قدامك، حاول تفكر فيها بطريقة هي جملة واحدة هتخلي الناس تركز معاك. وعادة لو انت هتتكلم مع حد وانت واقف، هي الجملة دي هي اللي هتجيبه او لا. فبمعنى ان انت عندك البيتش دي ممكن تبقى كذا حاجة، انت ممكن تقدم شركتك في 10 دقايق، في 5 دقايق، في دقيقتين، في دقيقة، في 30 ثانية. كل دول هينطبقوا بنفس الحكاية، يعني هتبقى انت عايز تجيب ايميل، صح؟ انت مش عايز تجيب فلوس، انت عايز تجيب ان ايميل او عايز تجيب انترست من الشخص اللي انت بتقدم له. ده بيبقى اول حاجه انت تجذب انتباهه بكل بساطه، محدش هيديك يعني انترست او محدش هيركز معاك غير لو انت عندك حاجه قويه بتبتدي بيها كل الناس بتركز معاك. ففكر فيها، فكر جربها مع الناس. شوف انت لما تيجي تتكلم مع صحابك مش مركزين قول لهم انا عايز احكي لكم على الشركه بتاعتي، وقولها شوف هاو ذات رياكت. كان المؤسس ده انا بكلمكم عليه كان بيجربها في ناس كتيره جدا وبيجرب حاجات كتيرة جدا لحد ما ظبط ان هي دي اللي هو عايز يكمل معاها. طيب
عملت جذب الانتباه، الناس مركزة معاك، هتبدأ عايز بقى ايه تقدم، صح؟ عايز تقول الشركة بتاعتك. طيب اول حاجة الناس بتبتدي بيها هي المشكلة. ليه بنبتدي بالمشكلة؟ عشان خاطر المشكلة دي هي اساس فكرتك. معلش انا بس عشان ما قلتش، وممكن يكون حد ما سمعش، اي حد عايز يسأل اي حاجة انا فاتح الكومنتس قدامي، قول لي على طول وهرد على قد ما اقدر. طيب المشكلة بتاعتك، المشكلة دي لازم تكون معبرة، لازم تكون حاجة أنا عارف أفهمها بسهولة، وفي نفس الوقت لازم تقسمها لي. فعادة أحسن بيتشز شفتها بتبقى قسمة المشكلة إلى 3 حاجات مختلفة. ال3 حاجات دي بتكون حاجة أنا عارف أريليت بيها دايركتلي، عارف أفهمها في حياتي الشخصية، وفي نفس الوقت حتى لو مش فاهمها عارف أشوفها قدامي. بمعنى نفترض مثلا إن في حد مش بيحب كورة، وانت بتقدم له فكرة او شركتك عن الكورة، انت عايز توري له بين، عايز توري له مشكلة هو ما يعرفش عنها حاجة، فده كده كده تشالنج، بس هتعرف تعملها. ليه؟ عشان المشاكل اللي احنا بنقابلها هي حاجات احنا كلنا عارفينها، مفيش حد بيقابل مشكلة فردية محدش تاني عارفها. فلما تيجي، ودي كانت حاجة بتحصل قدامنا، كان في شركة كورة بيعملوا ابلكيشن تقدر ان انت تبت او تقول يعني ان مثلا ريال مدريد هتكسب برشلونه، ولو اللي انت قلته ده طلع صح بتاخد بوينتس. تمام، حاجه بسيطه قوي، بس عشان تفهم حد ليه في ناس هتنزل الاب هتبقى صعبه، هتبقى صعبه ان انا افهمها. فالطريقه اللي انت تحاول تعملها، تحاول تقربها اللي انت بتعمله. ففور اكزامبل تقدر تقول الناس عادة وهي هي بتتفرج على التلفزيون بتبقى حاسة إن هي جزء تالت، ما تبقاش حاسة إن هي متصلة باللي بيحصل. فبالتالي إحنا عملنا أبلكيشن عشان يساعد الناس إن هي تبقى جوه الماتش أو جوه التلفزيون، إن هي تبقى حاطة آمال من جواها إن اللي بيحصل ده هيأثر فيها دايركتلي، يعني اللي هيحصل في التلفزيون ده هيبقى ليه انطباع على حياتي. فبالتالي لما هو ورى المشكلة دي، او بره ان مشكله ان انا مش متصل ودلوقتي في حاجه هتتصلني، في حاجه هتخلي اي حاجه هو بيقولها، اي حاجه بتحصل على التلفزيون بتاثر في حياتي، هو كده كسب الناس اللي بتتفرج عليه. هو كده الناس فهمت هو ليه ماسك الحته دي، او هو ليه بيفكر بالطريقه دي. فالبروبلم از فيري امبورتنت. حاول على قد ما تقدر تشرح مشكلتك لناس ملهاش دعوه بيها، فحاول تشوف حد بره المجال بتاعك وتشرح له المشكله وتاكد ان هو فاهمها. طيب how to fund, raise funds for selling shoes online. خلينا نقسمها اللي انا بقوله. فانا بتكلم عن مشكله وعندك ازمه في ان انت تشرح مشكلتك، I'll be happy to help. طيب فرجعنا نرجع حته مشكله، خلاص عرفنا نشرحها بطريقه كويسه وفي حد بره المجال فاهمها. سوري، في حد بيسأل لو العرض لازم يبدأ بالمشكله. انا بالنسبه لي لازم يبدأ بالمشكله، عشان خاطر لو انت ما بدأتش مش بالمشكله انا مش هبقى فاهم ايه الأهمية في اللي أنت بتقوله، مش هبقى عارف أقتنع بالبرودكت اللي أنت هتقدمهوني. بس لو ابتديت بالمشكلة أنا خلاص عارف 1000000% إن دي ناس هتحتاجها. لو أنت ما عندكش مشكلة حقيقية بتقدم حاجة اسمها opportunity أو الفرصة، فالفرصة دي بتبقى في فراغ في الماركت وأنا هخش أملاه. حلو، خدنا البروبلم وقلنا شرحناها والشخص اللي بيسمعنا فاهم. حلو، هنقل بقى على ايه؟ على السولوشن. فانا بقدم شركه صاحبه بقول في مشكله وانا بحلها. طيب غلطه الناس بتقع فيها ان هي بتقول مشكله كبيره قوي، فلما يجي الحل ما بيبقاش مناسب. المشكله اللي انت بتقدمها لازم الحل يكون واضح ان هو يعني دايركتلي ريليتد، ما فيش حاجه تخرج بره. ما ينفعش تقول لي ان في مشكله ان في حوادث كتير في مصر، بعد كده ترجع تقول لي انا بقدم عرض او بقدم شركه بتساعد الناس ان هي ايه لو عربيتهم عطلت تيجي تاخدهم. طب انت حليت مشكله الحوادث ازاي؟ ما دي مشكله كبيره قوي لدرجه انت مش هتعرف تحلها. طبعا قسم مشكلتك باعتبار ان انت لما تيجي تقول الحل بتاعك هيبقى متصل وهيبقى واضح ليه الحل ده بيحل المشكله دي. ف نفترض مثلا انت بتحل مشكلة التكدس، هتقول ان في ناس بتضيع وقت كتير قوي في التكدس، وان ده بيأزم في البنزين، وفي نفس الوقت
انت عندك وانت بتسوق عربيتك في كراسي فاضيه انت بتدفع عليها بنزين على الفاضي. الحل بتاعي هو ابلكيشن يقدر يساعدك ان انت تلاقي ناس تركب معاك وانت رايح الشغل. الموضوع بسيط، هو قال لي مشكله في تكدس، الحل بتاعها ان هو بياخد الناس من العربيات يحطها جوه العربيه، فبالتالي هو بيملى كراسي بتاعتك وبيشيل العربيات من على الشارع. اتس كلير الى حد ما، معلش اسف لو انا ما قلتهاش حلو، هو كان بيقول احسن، بس هو ده اللي هو بيحاول يعمله، ان هو بكل بساطه قال لي على مشكله انا حاسسها وقال لي على حل هتقضي عليها. حلو، طبعا هيبقى فيه يعني مفيش حل مثالي، بس على الاقل بيفهمني هو جاي منين. اوكي نخش على بعد السولوشن. فانا قلت مشكله وقلت حلها، هنقل على بعدها ان انا ابتدي اتكلم على الشركه بتاعتي، صح؟ ف معلش يا جماعه انا اسف، بس هو لو هتعملوا سؤال خلوه بس قصير عشان انا بقرا اعرف ارد عليه على طول بعد اذنكم يعني. طيب دلوقتي قلت المشكله قلت الحل، عايز اوري الحل. اهم ليه ده حاجه مهمه؟ عشان خاطر انا لما بشوف حاجه قدامي بقتنع بيها. الموضوع بسيط جدا، لو انا شفت، لو انت قلت لي انا بعمل حل اكس واي زد، انا بعمل حل بيقضي على مشاكل العالم، لو وريتني حاجه هصدقك. وده بيبقى مهم جدا عشان ساعات لو انت اتلخبطت وانت بتتكلم على المشكله والحل، وجود الابليكيشن جوه البيتش بيقضي على كل اللخبطه اللي ممكن تحصل. ازاي بقى احط الابليكيشن بتاعتي؟ اولا احسن حاجه بتبقى سكرين شوت للكاستمر جيرني. يعني ايه؟ يعني انت بتشوف العميل بتاعك هيمشي جوه الابليكيشن او الويب سايت او البرودكت بتاعك عامه هيمشي فيها ازاي، وتوصفها لي. فتقول لي بكل بساطه العميل بتاعي هيخش هيكتب الايميل بتاعه، هيكتب اللوجن انفورميشن، هيخش هيلاقي قائمه فيها كل الخدمات اللي عندي، يدوس على واحده هيطلع له اسمه ايه ده، تمشيني بالمنظر ده. اوكي رد بس على شويه اسئله. Investors prefer to listen to the pitch in English or Arabic، اللي يريحك. لو انت في مصر وتتعامل مع حد بيتكلم الاثنين، اللي يريحك. لو انت كويس في الاثنين ساعتها بقى تبتدي تفكر في الموضوع. يعني لو انت مثلا اللي عارف ان الانجليش بتاعك ما هواش، انت مش هتعرف ترد على اسئله عربي. لو انت عارف ان انت مثلا العربي بتاعك مش قوي والناس اللي قاعده قدامك اتعودت على حاجات عربي انجلش، طريقه العرض بتاعك اهم بكتير من اللغه. طالما انت بتوصل المعلومه بوضوح خليك في اللي انت مرتاح فيه. اوكي اوكي طيب شكرا. نقول على اللي بعدها. طيب انا وريت خلاص الدمو بتاعي، فيه سكرين شوتس للابلكيشن بتاعتي، الموضوع واضح خلاص. يبقى انا كده فهمت الشخص اللي قدامي المشكله، حلها ووريت له الحاجه اللي انا بقدمها، صح؟ حلو. بعد كده خلينا نفكر فيها بنفس الطريقه اللي انت ماشي براحه واحده واحده. مشكله، حل، برودكت. حلو، الحل ده والبرودكت ده هيفيد كام واحد؟ لو انت بتوريني البرودكت ده انا في كام واحد هيبقى عايز يستخدمك، في كام واحد حاسس بالمشكله دي، وفي كام واحد هيستفاد من الحل بتاعها. ده اللي هو الماركت سايز، حجم السوق بتاعك شكله عامل ازاي. لو انت طبعا معظم الناس اللي هتبقى عايزه بروفيت، يبقى هتديني حجم السوق بالفلوس. يعني على حسب انت بتتكلم على انهي ماركت، لو انت بره مصر هتتكلم في الدولار. فلوس دي ليه هي حاجه مهمه؟ عشان انت لو قلت لي في 30 مليون واحد هيستخدمني انا ما استفدتش حاجه، عشان 30 مليون واحد ده ممكن يستخدمك بدولار او 100 دولار. اوكي ازاي بحسبها؟ بحسبها بكذا طريقه. لو انت مثلا ستارت اب طالعه في مجال الكونستراكشن او مجال البناء، حلو، انت اول ما هتطلع هتكلمني عن حجم السوق بتاع بناء مصر، صح؟ فانا ساعتها هبتدي افهم قد ايه الماركت ضخم. ده هيساعدني افهم ان انت لو دخلت خدت 1% من الماركت ده كتر خير الدنيا، انت بتتكلم في مليارات. دي طريقه لما يكون المعلومات موجوده، صح؟ فلو دخلت على كاب ماس اللي هو الجهاز الدوله بتاع الاحصاء، لو دخلت على وورلد بانك، لو دخلت على كذا حاجه من الحاجات دي هتلاقي فيه معلومات موجوده تقدر تستخرجها. طيب نفترض ان الحاجات دي مش موجوده او البرودكت بتاعك ملوش ماركت حقيقي،
هتمشيها من تحت لفوق. فكر فيها، انا ببيع المنتج بتاعي ب 10 دولار او ب 3 دولار 4 دولار مش فارقه، خلينا في 10 دولار، وانا متوقع ان في مليون واحد هيستخدمه. يبقى حجم السوق بتاعك يعتبر مليون واحد في 10 اللي هو ايه 10 مليون دولار. ماشي، تقدر بقى تقول مليون ده واحد ده جوه مصر، لما اخرج بره مصر هيبقى 10 مليون، اخرج بره يعني في الشرق الاوسط 10 مليون، في العالم كله بتكلم في 500 مليون. فانا حجم السوق العالمي بتاعي 5 مليار دولار. حلو قوي. اوكي، فالماركت سايز زي ما بقول يستحسن ان انت تقدمه لي بالدولار، ويستحسن كمان توري لي هو بيكبر قد ايه. يعني كان في شركه عندنا بتعمل ديب ليرنينج اي اي، طبعا انا بالعافيه فاهم بيعملوا ايه، والمؤسس بتاعها من اذكى الناس اللي انا شفتها في حياتي. كان لما بيجي بيقدم شركته في المجال بتاعه كان بيلاقي صعوبه جدا الناس تفهم هي ليه الشركه دي محتاجينها. غير البيتش بتاعته من ان هي الماركت سايز او حجم السوق كان الحوادث اللي بتحصل من غيره، هو كان بيساعد العربيات الذكيه ان هي تبقى عارفه كويس قوي الحاجات اللي حواليها وتتفادى ان حد يخترقها. فبالتالي هو بيأدي ان في حوادث اقل بتحصل على الطريق. حلو، تمام. في الاول ده كان اللي هو ماشي بيه، غير ده عشان لقى الناس كلها مش فاهمه حجم السوق، فغيرها ليه حجم او الفلوس اللي موجوده في العربيات الذكيه. التغييره دي عرفت ناس كتيره قوي قد ايه حجم السوق ضخم. اوكي، ف حجم السوق انا عارف ان انا طولت فيها، بس هو جدا في البيتش بتاعتك ان انت مبينه، لان في ناس مستثمرين كتير قوي لو حست ان حجم السوق صغير مش هيستثمره، لان هو خلي بالك برضه بيستثمر في حاجه هاي ريسك، مش هيستثمر في حاجه فرص النجاح بتاعتها قليله غير لو هي ممكن تجيب له فلوس كتير. فبالتالي لازم حجم السوق تكون انت عارفه كويس قوي وعارف توصل له المعلومه. حلو، فنرجع من الاول تاني. انا عندي مشكله، انا قلت الحل بتاعها وكلمت وريت الحل بتاعها ده اللي هو اللي انا عملته ده شكله عامل ازاي، وبعد كده قلت لك الحل اللي انت شايفه ده في 10 مليون واحد هيستخدمه وده قيمته عندي ب مليار دولار. حلو، طيب عرفت كده انت هتشتغل في مجال ايه وكل حاجه، عايزك بقى تبتدي تقول لي انت هتعمل ال 10 دولار بتوعك دول ازاي. فانت قلت لي انا هجيب الفلوس دي، وفي الفلوس دي موجوده انا هاخدها منين؟ ده اللي هو البيزنس موديل. البيزنس موديل بتاعتك بتبقى متقسمه الى الريفينيو ستريم والاوبريشنز، يعني الفلوس دي هتجي لك من انهي اتجاه وانت هتدير الشغله بتاعتك ازاي. فمثلا لو انت بتوصل، لو انت مثلا فور اكزامبل المانيوز، فيو مايت سي ان البيزنس موديل بتاعتك هي ان انت بتاخد الحاجه من المطعم، لو انت حته الدليفري بتاعت المانيوز بتاخد الحاجه من المطعم بتوصلها للعميل، ده في حاله ان هو عنده ايه دليفري كومباني اللي هي موجوده اوريدي جوه المانيوز. طيب انا الحته دي از ذا اوبريشن موديل. البيزنس موديل انت هتقول لي لما باخد الحاجه من المطعم واديها للعميل انا باخد كوميشن او باخد دليفري في 20 جنيه. فانت وريتني انت هتاخد فلوس منين وهتاخدها في خلال برودكت سايكل عامله ازاي. اوكي، البيزنس موديل بتاعك كان بي ا لوت اوف ثينجز، ممكن تبقى انت بتاخد جزء من المبيع فكوميشن، فلو انت حد بيشتري من على الاي ستور بتاعك او اللي هو زي سوق كده، يبقى انت بتاخد منه ايه جزء من المبلغ ده اسمه كوميشن. تقدر تقول ان هو سبسكريبشن، فمثلا لو حد بيقدم كتب اونلاين ده معناه ان هو انا بخش بدفع في الشهر مبلغ والمبلغ ده بيتكرر معايا، فبدفع مثلا كل مبلغ كل شهر 100 جنيه زي نتفليكس مثلا. وفي طبعا اللي هو المارك اب، لو انت بتقدم مثلا لبس او بتقدم حاجه زي كده انت بكل بساطه بتقول لهم انا البتاع ده بيكلفني 10 جنيه انا بحاسب العميل عليه ب 15. بسيط، ماشي. طيب البيزنس موديل مهم قوي بعد الماركت سايز عشان يفهم الشخص انت جاي منين وهتعمل قيمه الشركه بتاعتك ايه. فهو في البيزنس موديل دي بيبقى فيها اكتر عدد اسئله، لان كل واحد شايف ان انت ممكن تعمل فلوس من طريقه. انت برضو في الحته دي بالذات لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت هتضطر تدافع عن الطريقه بتاعتك، وده خاصه موجود في الاول وانت بتقدم في شركتك كحاجه لسه باديه،
لازم تبقى واثق من ان الطريقه دي هي احسن طريقه ان تعمل منها فلوس. حلو؟ اوكي. طيب بعد كده، اوكي انا فهمت المشكله، فهمت حلها. انا عارف ان انا بجيبكم الاول كتير بس عشان هو موضوع مهم قوي. مسكت المشكله، عرفت ان انت بتحلها ازاي، وريتني انت بتحلها ازاي، قلت لي حجم السوق شكله عامل ازاي، وفي الاخر قلت لي انا هعمل السوق ده موجود، انا هعمل فلوس منه بالطريقه دي. حلو؟ هتقول لي الطريقه بتاعتي دي او البرودكت بتاعي دي مش في فاكيوم، صح؟ هو مش ما طلعش في الهوا، في ناس كتير بتحاول تعمل زيه. حاجتين عايز اقولها، اولا كده كده في ناس بتحاول تعمل اللي انت بتحاول تعمله، لو انت شايف ان ده مش موجود، مش موجود في مصر، يبقى موجود في الشرق الاوسط، مش موجود في الشرق الاوسط، مش موجود في العالم. لو انت بتعمل حاجه محدش في العالم حاول يعملها، ما اظنش انت هتبقى يعني مش هتقدم شركتك بالطريقه دي، يعني اظن هيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك كتير، او يعني هيبقى محتاج تقنع حد قوي ان محدش بيعمل حاجه اللي انت بتعملها. تراي كده كده لاقي الناس اللي بيستعملوا اللي بيعملوا الحاجه اللي انت بتحاول تعملها، ولاقي السبب اللي يخليك انت احسن منهم، وده بيبقى من خلال ان انت اصلا كلمت مع العملاء وسالتهم انتوا بتفضلوا بتستخدموا الشركه دي ليه، او بتستخدموا الكومباتيتور بتاعي ليه. طب ليش لو انا قدمت لكم البرودكت ده اللي انا بوريها لكم دي، ده احسن من التاني في ايه، وهو احسن مني في ايه، وخد الاتنين دول ووزنهم، افهم العميل بتاعك ليه بيفضلك على الكومباتيتورز بتوعك، وخد ده وحطه في البيتش داك بتاعك. ليه؟ عشان انا كمستثمر عايز اشوف حاجتين، اولا عايز اشوف اليونيك فاليو بروبوزيشن بتاعك، الحاجه اللي بتفرقك في السوق، عايز اتاكد 1000000% ان انت البرودكت بتاعك ليه قيمه عند الناس، الناس عايزه تشتريه، عايزه تستخدمه. وتاني حاجه، وده مساحات يعني ممكن الناس تختلف معايا، بس انا حاسس ان ده الاهم، ان انا بعرف انت عارف الناس اللي معاك في السوق. لو حد طلع، لو واحد مثلا انا بعمل تعليم اونلاين وقال لي انا معرفش ايه المنتر، او معرفش ايه اوكس، او معرفش حاجات من الاسامي الكبيره، ده بالنسبه لي راد فلاج، لان ده معناه ان هو درس السوق بتاعه كويس. حاول على قد ما تقدر ان انت في الكومباتيتيف لاندسكيب، في الحته اللي انت بتقول فيها عن الناس اللي معاك في السوق، تبقى موضح ان انت عارف كل الناس دي، وتبقى حاطط كل الاسامي الكبيره، وبرده تبقى موضح كويس قوي انت ليه الحاجه اللي موجوده في البرودكت بتاعك تميزك عنها. طيب في طريقتين ان انت تقدر تعمل كده من خلال سلايدز، صح؟ فيا اما هتعملها بجريد، فاللي هو خط كده في خط كده، تكتب في اليمين حاجه بتميزك وفوق حاجه بتميزك. انا عارف ان هو صعب قوي ان انا اشرحها من غير ورقه وقلم، بس بكل بساطه لو انت مثلا بتعمل لبس، خلينا في الحاجه السهله دي، انت بتعمل ايه الحاجه اللي بتفرقك من على اليمين، ان انت بتعمل حاجه هاي كواليتي، صح؟ فانت الكواليتي بتاعتك عاليه قوي، اعلى من اي حد تاني في السوق، عشان انت بتتعمل طرز باليد، ماشي؟ ايه اللي ممكن يكون فوق، ان انت الحاجه بتاعتك مثلا بضمان، انا يعني دي برضو اكزامبل. فمثلا انت الحاجه بتاعتك عارف كويس قوي ان اللون من على اللبس بتاعك مش بيروح، فور اكزامبل. فبالتالي انت وانت بترسم الجريد دي اللي هي خط في خط، هتلاقي اللوجو بتاعك فوق على اليمين، ان انت فارق عن اي حد تاني موجود في الجريد ده، انت الوحيد اللي عنده اعلى جوده واعلى استمراريه واعلى ضمان، كل الناس التانية اللي موجودة في السوق ما تقدرش تقدم اللي انت بتقدمه. ساعتها لما تيجي تقولي اه عشان كده انا اغلى من اي حد في السوق، هقتنع، ما هو ميك سنس، انت بتقدم حاجة مش موجودة. حلو؟ تمام. الطريقة التانية، ودي عادة لو انت عندك مشيت في الشوط شوية، مشيت في البرودكت بتاعك شوية، فعندك كذا فيتشر او كذا حاجة تفرقك عن الناس التانية، فبتعمل تيبل بسيط بتقول فيه الفيتشرز اللي بتميزك، وتحطهم ايه؟ فوق تحط الشركات، فهنا فيتشرز وهنا اسامي شركات فوق، تمام؟ دي بتساعد في ايه؟ ان اجن بتقول لي في خمس ست حاجات عندي، انا الوحيد اللي عندي الحاجات دي، الكومبيتيتورز بتوعي عندهم جزء منها بس مش كل حاجه، وانا الوحيد اللي عارف يقدم ده للعميل. اوكي، معرفش لو الموضوع ده مش واضح قوي، انا ممكن تقولي لي احاول اشرحه من اول وجديد، بس دي الطريقتين اللي انا شفتها اللي بتوضح فيها الشركه بتاعتك. ايهما افضل؟ ملهاش اجابه، هي ليها دعوه بيه انت شركتك فين. لو انت عندك حاجات تملاها، حط الجريد، سوري التيبل. لو انت عارف ان في حاجتين اساسيين هما اللي بيفرقوك، حط الجريد. موضوع بسيط.
اوكي طيب قلت لي على الناس الكومبيتيتورز بتوعك كده، انا فهمت ايه، معلش انا اسف، المشكله حلها، الشكل الحل شكله عامل ازاي، حجم السوق المشكله وحجم السوق اللي ممكن يستخدم الحل بتاعك شكله عامل ازاي، البيزنس موديل هتعمل فلوس منين من الحجم السوق ده، واخر حاجه الناس اللي معاك، الشركات التانيه اللي بتنافسك، المنافسين بتوعك. طيب انت دلوقتي حكيت لي قصه حلوه قوي عن مشكله انت الوحيد اللي عارف تحلها في سوق ضخم. اول حاجه هتيجي في بالي، ليه انت والفريق بتاعك هو اللي هيعرف يعمل كل الكلام ده؟ يعني ايه اللي هيخليني انا واثق ان انت هتعرف تعمل تحل المشكله دي وفي ناس كتير بتحاول تحلها؟ فده بيبقى في السلايد او الحته اللي انت بتتكلم فيها عن التيم بتاعك، الكو فاوندرز بتوعك، بتتكلم بكل وضوح عن ليه الناس اللي بتشتغل معاه هي احسن ناس تشتغل في الشركه دي، احسن ناس تحل المشكله دي. وده بيبقى من خلال يا اما الاكسبيرينس بتاعهم، فما اللي هم كده، فهم مثلا بقى لهم 10 سنين، الشخص اللي ماسك الديفلوبمنت او الابلكيشن او الويب سايت بقى له 10 سنين شغال في ويب ديفلوبمنت وطلع الابلكيشنز دي، طلع الويب سايتس دي. لو حد شغال مثلا في بيزنس ديفلوبمنت او سيلز، هو باع مع شركه كذا وحقق معاهم معاه كذا سنه، فانت كده بتوريني ان الناس اللي بتشتغل عارفه شغلها كويس، او من خلال انت تثبت لي ان الناس دي مع انها لسه بتبتدي هي في المجال فاهمه وهم احسن ناس ليه. فده بيبقى عن طريق انت ممكن يعني مثلا، انا عارف ان انا حطيت امثله على جنب شويه، بس كان في شركه اتبتشت قدامي، كان الشخص اللي هو المؤسس ما لسه ما كملش جامعه، فكان بيتواضع الكلام ده وكان بيتكلم على قد ايه هو اشتغل عشان يوصل للمرحله دي، مين الناس اللي معاه في الشركه، مين العملاء اللي لغايه دلوقتي بقوا معاه، فادى لنفسه كريديبيليتي او ادى لنفسه الهيبه اللي تفهمني انه ماشي الشخص اللي قدامي ده فعلا هيعرف يقدم اللي هو محتاج، اللي هو بيحاول يقدمه، هو فعلا هيكمل معايا. تمام اوكي، فهمتني الفرق، الطريق، التيم بتاعك، فهمتني الناس اللي مؤسسين معاك ليه هم احسن ناس تاسس الشركه دي معاك. خش على اللي بعد كده، تقول لي الناس اللي بقى الجامده دي عملت ايه لغايه دلوقتي، صح؟ فالناس اللي هي الشاطره اللي انا لسه قايل لك ان هم احسن ناس في العالم بتعمل ايه مع الشركه بتاعتي؟ حلو. تراكشن او العمليات اللي انت عملتها بتتقسم لكذا طريقه، اهم اكبر حاجتين، لو انت بتقدم تاخد كوميشن فهيبقى جروس ميرشندايزنج فاليو او قيمه العمل. فمثلا اوبر بتعمل غالبا مثلا ايه 30 40 مليون في اليوم فور اكزامبل يعني، بس هي ما بتاخدش 30 40 مليون، صح؟ هي بتاخد 30% من اجمالي العمليه. فدول حاجتين، هو انت لو عندك الحاله دي بتقول الحاجتين، بتقول قيمه العمليه كلها وبتقول اسمه ايه ده المبيعات اللي انت حققتها، وده بيساعدني ان انا افهم انت حققت ايه لغايه دلوقتي وكبرت قد ايه، ودي حاجه مهمه، تقول لي الاجمالي ده والمبيعات بتاعتك بتكبر بقد ايه شهر في شهر. معظم الناس بتدور على الحته دي، معظم الناس بتشوف في التراكشن سلايد، بص كده بتدور على month on month growth، يعني انت بتكبر قد ايه من شهر لشهر. ليه ده حاجه مهمه؟ عشان هو بيوريني بكل وضوح انتوا بتشتغلوا قد ايه او انتوا بتنجزوا قد ايه. لما اشوف ان انت بتكبر شهر في شهر ب 10%، يبقى انا عارف ان انت كل سنه على الاقل هتدبل مبيعاتك، على الاقل مبيعاتك هتضاعف 2 3، دي حاجه بتديني ثقه ان انت هتعرف تكمل. حلو. غير بقى ده لو انت شركه مثلا زي هارمونيكا او زي فيسبوك فور اكزامبل، يعني فيسبوك في الاول ما بتاخدش كاش، بتاخد فلوس، فساعتها لازم تقول لي برضو اليوزرز في كام واحد عمل داونلود الاب، في كام واحد اكتف، ده الاهم، في كام واحد على الويب سايت بتاعك او على البيج بتاعتك او على، او غالبا مش بيج، من كام واحد على الويب سايت وكام واحد على الابلكيشن فتحه قدامه وبيستخدمه، ده برضو مؤشر قوي قوي. يعني لو انت عندك 100,000 واحد بيستخدم الابلكيشن بتاعتك كل يوم او كل 7 ايام، انت كده بتقولي ان انا لما اجي احط فلوس
اخلي الناس تدفع هم يدفعوا، عشان هم اصلا بقيت انا جزء من يومهم، بقيت جزء من حياتهم، صح؟ لما تيجي تقول انا هعرف اعمل ادز لناس، وبتقول لي بالديتا الادز اللي انا احطها، الاعلانات اللي انا احطها على الحل بتاعي او على الشركه بتاعتي، هتقول لي ان انا عندي 200 300 الف واحد، واي حد هبقى عايز يحط اعلانات على منصه فيها 200 300 واحد بيفتحوها مره في الاسبوع، صح؟ فلازم توريني كل الحتت دي في حته التراكشن، انجازاتك، وتوريها لي بالانجازات المهمه بالنسبه لك مش مهمه بالنسبه لي، على حسب طبيعه شغلك. انت عارف ان انت بتمشي حاجه، بتمشي انجازات بطريقه معينه، بتحسب انجازاتك بطريقه معينه، حطهم في البيتش. اوكي، ازاي اجيب فند للستارت اب في مجال السياحه؟ اظن دلوقتي بس ممكن يكون صعب شويه، بس هي بتدور على مستثمر مهتم في المجال بتاعك، وبتقدم له الفكره. هنمشي الحته دي شويه بعدين، بس يعني مفيش حاجه تقول زي في مجال السياحه، او كل المجالات انت هتدور على الشخص اللي عايز يستثمر في المجال بتاعك وبتقدم له فكرتك. طيب قلنا تراكشن، الحاجه الاخيره او اللي قبل الاخيره هو البرودكت بتاعك هيمشي ازاي بقى. انت دلوقتي بتقدم لي حاجه مبسطه، الحاجه المبسطه دي هتوصل لحد فين؟ تمام، فهتقول لي انا ناوي ان انا انزل فيتشرز معينه، ناوي احط حاجات معينه تساعدني ان انا اكبر بالشركه بتاعتي. فلو انت هتقول لي مثلا انا في خلال اسبوع هكون منزل برودكت جديد يتلائم مع البرودكت اللي موجود قدامي اللي موجود دلوقتي، فابتدي اخد ماركت شير اكبر. هي دي الحته اللي انت تقول فيها كده، والموضوع ده مهم قوي. لو انت مش موريني ان في مستقبل مش هشتري. انا بشتري اصلا معاك المستقبل، فلازم اشوف المستقبل ده شكله عامل ازاي، المستقبل ده هيفيدني في ايه، او هيخلي في عندك عملاء قد ايه، لازم توضحها لي. فلما تيجي تحطها لازم تحط ايه المستقبل من ناحيه البرودكت بتاعك، وكمان تحط ايه الفلوس اللي انت هتاخدها منها، فالمبيعات بتاعتك هتزيد في قد ايه كل 3 شهور. بقى اوصل للناس، هتكلم على ازاي توصل للناس الصح عشان تعرف تستثمر. حاضر. طيب اخر حاجه هي الكابيتال اسك، انت محتاج فلوس قد ايه عشان تكمل. فهنمشي بس ببساطه كده من الاول لغايه الاخر. انت بتقول المشكله، حلها، بتوريني حلها، بتقول لي حجم السوق، بتقول لي البيزنس موديل او الفلوس هتجيبها منين، هتقول لي الكومباتيتيف لاندسكيب، الناس المنافسين بتوعك شكلهم عامل ازاي، الفريق اللي انت بتشتغل معاه المؤسسين بتوعك شكلهم عامل ازاي، الانجازات بتاعتك شكلها عامل ازاي كشركه، عملتوا ايه، واخر اللي هو الحاجات اللي انت محتاجها عشان البرودكت بتاعك محتاج ايه او هيكبر بشكل عامل ازاي، واخر حاجه الفلوس اللي انت محتاجها. اوكي، عملت كل الكلام ده، الموضوع ده ممكن ياخد منك عشان تقدم الفكره كلها 5 دقائق ل 10 دقائق. حلو، كل ما تقصر البيتش كل ما تقص الحاجات اللي بالنسبه لك مش مهمه، اهم حاجه المشكله، حلها، حجم السوق. حلو، دلوقتي انت بتتكلم مع مستثمر، في بقى كذا حاجه. اولا وانت بتتكلم احسن حاجه توري ان الشخص ده مهتم بيك اسئله. يعني مثلا دلوقتي اكتر حاجه ممكن تبقى صعبه بالنسبه لي ان انا لما بتكلم مش حد بيسالني اسئله، فانا مش عارف لو انتم مهتمين ولا لا. اي حد كده، اي مستثمر، اي حاجه، كل ما تلاقيه بيسال اسئله اكتر كل ما هو مهتم اكتر. لما تلاقي حد بيبص لك مش كلام، يعني ايه، لو لقيت بقى لك 3 4 دقايق بتتكلم ومفيش اي نوع من انواع الاستجابه، بطل كلام وافتح المجال للاسئله. اوكي، ولما تبقى بتتكلم وحد عمال يسالك اسئله، في ناس كانت في الاول بتعتبر ده زي ما تقول حاجه وحشه او مش مهتم بكلامي، لا بالعكس، هو من كتر ما هو مهتم هو مش عايز يستنى لغايه ما انت تخلص، هو عايز يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال. حلو؟ طيب انت دلوقتي قاعد وهو المستثمر، هي هو او هي بتسألك الأسئلة عشان تحاول تفهم انت بتعمل ايه، او تحاول تقرب الفكرة ليك. لو انت بتتكلم على الواقف، لو انت في ايفنت، لو انت في دامو داي، لو انت في اي حاجة وبتتكلم مع مستثمر، انت مش عايز حد يمديلك شيك. انت فكر فيها بالطريقه دي، انت عايز حد يديك ميعاد، انت عايز حد يديك ايميل تقدر بالايميل ده تتواصل معاه قدام. وانت بتاخد الايميل ده، انت مش انت دي حاجه فرصه مهمه، انت مش بتقدم في شركتك كحاجه محتاجه فلوس، انت هتعمل له فلوس، صح؟ يعني انت لو حد اداك $100,000 انت بتقول له انا هرجعها لك مليون،
فانت مش محتاج تحس ان انت اللي انت بتعمله ده هو هيدي لك فلوس كحاجه كريما منه، لا، ان هو انت بتشغل له فلوسه، انت انت بالنسبه له استثمار، ما انتش اي حاجه تانية. فبالتالي وانت بتتكلم خلي عندك الثقه دي. حلو. مش قصدي عشان اعرف استثمار، اوصل للناس تشتري الفكره بتاعتي زي الماركتينج وكده. طيب، ما هو انت عشان الناس تشتري الفكره بتاعتك انت لازم توريها كحاجه هتجيب فلوس. ما هو مستثمر يدور على كده، ايه الحاجات اللي هتجيب من ايه اللي هيخليك تجيب فلوس؟ هو انت كبني ادم هتجيب له فلوس، الفكره والبيزنس موديل هيجيب له فلوس، وحجم السوق، حجم السوق كبير. الثلاث حاجات دي هي دي اللي بتجيب فلوس. فانت لما تيجي بتبيع له، تبيع له بالمنطق ده، مشكله كبيره، حجم السوق ضخم، وانا والفريق بتاعي قادرين يحلوها. تمام. This is the way اللي انت تقدر تقنع الشخص اللي قدامك. ولو انا ما ردتش على سؤالك قول لي برضه يعني. تمام. بليز لو انتوا عندكم اي اسئله اسالوني في اي وقت، عشان خاطر انا قدامي 3 4 دقايق واخلص يعني. طيب، فانت دلوقتي واقف بتشرح فكرتك، بتدور على الشخص اللي بيسالك اسئله، بتدور على الشخص اللي هو مهتم، وبتحاول على قد ما تقدر ان انت تطلع من الوقفه دي او تطلع من التقديمه دي بايميل، صح؟ بتحاول تطلع بنكست ستيب. وانت بتتكلم حاول دايما 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 تاخد من اللي قدامك النكست ستيب. فانت قدمت شركتك، فبتقول اه لما وايه رايك مع شيء اسئله. طيب، تحب نتقابل تاني امتى؟ تحب طيب ابعت لك حاجه معينه عن الشركه بتاعتي؟ تحب ابعت لك البيتش ده؟ انت دايما بتحاول تلاقي فرصه ان انت تعمل حاجه بعد كده وتستنى منه رد. طيب، هنا في حد بيسأل، لو انا البيزنس بتاعي مش ستارت اب، هو حاجه بيزنس، ازاي بعمل اعرف بيتش لانفستر؟ هو انت، ودي نقطه تانية شكرا انت سألتها، انه انت مش بتروح للمستثمر، المستثمر دي مش حاجه كده ناس بتكسبها، انت بتروح لمستثمر بيستثمر في المجال بتاعك، ده اكتر واحد هينجزك. فانت لو انت بيزنس عادي، شركه نظافه، دلوقتي بشتغل مع شركه نظافه كستارت اب، هو كان هو اللي بيحكي لي، اتعلمت الكلام ده منه، ان هو كان لما بيروح يبيتش في الاول كان بيروح يبيتش لانفستر، بعد كده بقى يروح يبيتش ل رجل اعمال. بكل بساطه هو نقل الفكره ليه؟ عشان هو مش عايز حد يستثمر فيه، عشان عايز يكسب من ال 100 ألف دولار مليون دولار، هو عايز حد يستثمر في الشركه. فبتغير الشخص اللي انت ايه رايح تقدم له. طيب، لو انت بتتكلم بقى خدت الايميل، ما تبقاش بالايميل الاوفر بتاعك، خليك انت برضو ايه عايز تبني علاقه، العلاقه دي بتبنيها مع الوقت. فبالتالي انت لما تيجي تبعت ايميل، بتبعت بيتش داك وبتبعت ابديتس، كل شويه تبعت ابديتس ليه؟ عشان المستثمر ده يبقى هو في دماغه ان شركتك بتعمل نجاحات، كل شهر بيعمل حاجه مفيده اكتر من الشهر اللي قبله، بيعمل حاجه اكبر من الشهر اللي قبله. فبالتالي اول لما هيفكر يستثمر هيفكر فيك. اوكي. ده تقريبا كل اللي انا كنت محتاج اقوله. لو هقفل بحاجه قبل ما ابتدي بالاسئله، بليز وانتوا رايحين تقدموا شركتكم لاي حد اعرفوه، كونوا متاكدين مليون في الميه ان انت عارفه كويس قوي، عارف هو استثمر في ايه، او هو بيحب مجالات ايه، عشان لما تروح تتكلم معاه تبقى عارف تتكلم معاه بلغته. حلو. ده تقريبا كل حاجه كنت عايز اقولها، فهبتدي ارد بقى على الاسئله. ازاي اوصل الفكره اللي انا عايز اشتغله اشغل له فلوسه مش كرم منه، لو في مثل يبقى شكرا. طيب، هو انت مفيش حاجه بتقولها، هو ده انت في وانت بتتكلم ده المفروض يكون واضح. الناس اللي لما تيجي تتكلم كانها محتاجه الفلوس دي، لا، هو انت مش محتاج فلوس، انت في ناس كتير بترمي عليك فلوس، انت هتختار الشخص الصح اللي انت هتاخد منه فلوس عشان هيساعدك. في كلمات، حاجات صغيره قوي بتقولها وانت بتقدم فكرتك بتفرق. يعني مثلا لما تيجي تطلب الفلوس في الاخر، لما تيجي تقول انا دلوقتي بريز، او دلوقتي بدور على استثمار 100 ألف دولار، دي حاجه. وحاجه تانية خالص لما تيجي تقول انا عايز، او انا طالب 100 ألف دولار، او حد، انا عايز حد مستثمر يديني 100 ألف دولار. لا، هو ما حدش بيديك، ما حد عايز، هو انت شركتك عايزه مستثمرين ب 100 ألف دولار. حاجة صغيرة قوي 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 في طريقة الكلام، بس هي بتوري المعنى. أنا مش بدور على حد يديني فلوس، أنا بدور على حد يستثمر فلوس، بدور على حد عايز يشغل فلوسه معايا.
هي مش حاجة بتقولها، هي حاجة انت بتتعود عليها. اوكي، ف crisis handling for e-commerce اظن غالبا في ناس احسن بكتير بتتكلم فيها، فهسيبها صراحة، معلش انا اسف، لحد ممكن يكون experience اكتر. ونسبة المستثمر اللي بيدفع مبلغ معين بتتحدد على اي اساس؟ طيب، كل المستثمر غالبا هيبقى عنده تيكت سايز. تيكت سايز دي معناها ايه؟ ان لما هو هيستثمر مبلغ معين، فمثلا بتبقى ما بين لحد بينفست في البدايه خالص، ممكن تبقى ما بين 5 ل 10000 دولار، او من 5 ل 20000 دولار. هو بيبقى موجود في الرينج ده، من ناحيه المستثمر. وكل واحد بقى بيختلف، في ناس بيبقى عندها رينجز اكبر، في ناس بيبقى رينجز اصغر، كل الكلام ده. وتوصل لحد بقى الانجل انفستر اللي ممكن يحط 50 و70 و100 الف دولار في الديل الواحده. طيب، اللي بقى هو بياخد النسبه على اساس ايه؟ هي على اساس شركتك، هي على اساس في التفاوض. يعني لو انت حاسس ان التفاوض ده بيظلمك او بيظلمه، في حاجه حلوه قوي اسمها سيف نوت. السيف نوت دي معناها بتجيبها من اونلاين، اكتب اس اي اف اي نوت، ماشي؟ دي بس بتقول ايه؟ ان انا مش عارف قيمة شركتي وانت مش عارف قيمة شركتي، فانت هتحط فلوس معايا دلوقتي، وكمان سنة ونص هنبقى نشوف ساعتها لما الموضوع تكون اوضح شوية، الشركة دي بتاعتي قيمتها قد ايه. ده بطريقة مبسطة شوية، بس ده فكرتها العامة، ازاي تحدد النسبة لو انت مش عارف النسبة النهاردة. معلش، في حد سأل بس سؤال طويل. انا عارف انا جبت، مش عارف اوصل لليوزرز المهتمين، مع ان في نيدز موجوده للمشكله اللي بحلها. انت مش بتدور على يوزرز، انت بتدور على حاجه اسمها early adopters، بتدور على الحته ان ال 10000 20000 واحد اللي هم محتاجينك قوي، فبالتالي اول ما يشوفوك هيستخدموك. ابتدي بدول. لو مش عارف تبتدي بدول، اسال العملاء بتوعك، شوف طبيعه العميل بتاعك اللي محتاجك شكله عامل ازاي، واعمل ماركتنج على اساس كده. اوكي، ازاي الاقي مستثمرين في المجال بتاعي؟ انا اعرف ناس لقيت الحاجات دي من على لينكدين، فدوروا جوه لينكدين ولقوا ناس تانية بتروح ايفنتس ليها دعوه بكده. فمثلا طبعا رايز اب سمت از جريت واي تو جيت تو نو بيبل. في حاجات تانية زي جاي تكس موجوده في دبي، في ايفنتس كتيره قوي هتلاقي الناس بتدور على شركات في مجال معين، الناس دي هم اللي انت عايز تتكلم معاهم. ممكن تروح معارض في المطلق، مش لازم ايفنت بتاع ريادة اعمال. ممكن تدور مثلا في حاجات زي كايرو انجلز، اليكس انجلز، اي سي انجلز. احنا بيبقى عندنا، احنا في كايرو انجلز مثلا عندنا 70 مستثمر، فانت لما تيجي بتقدم علينا احنا عارفين كويس قوي ان من ال 70 مستثمر في على الاقل 10 هيبقوا عايزين يستثمروا فيك. فحاجات زي كده هي اللي بتسهل لك، بتستخدم زي طرق مختصرة عشان توصل للشخص الصح. نلاقيهم فين المستثمرين؟ طيب، نلاقيهم في زي ما قلت لينكد ان او انجل نتوركس، حاجات زي كده. تجدوا لي الخبره الكبيره في مجال الفكره نفسها، عندي حاجه مشكله في انا بس محمد علاء مش فاهم السؤال قوي. How do you evaluate remote teams in an investment؟ الانفستر المستثمر مش فارق معاه انتوا بتشتغلوا من مكتب ولا بتشتغلوا من بيتكم، هو فارق معاه انتوا بتعملوا فلوس قد ايه وهتعملوا فلوس قد ايه. بتعمل كده من بيتك، بتعمل كده من المريخ، الموضوع مش هواش مهم قوي. فارق معايا المارجنز بتاعتك، الفلوس اللي انت بتعملها ايه وهتعملها ازاي. لو انت عندك انجازات فهو هيكلم معاك في ان انت تشتغل في المكتب ليه، ما انت اصلا ميتنجز وعارف تدير شركتك ريموتلي بكل بساطه. بتحدد الفلوس اللي انا عايزها على اي اساس؟ انت بتحسب انت محتاج فلوس قد ايه عشان تكبر وعشان تجيب عملاء معينه، وعلى اساس كده بتحسب الحجم اللي انت محتاجه. ده طريقه مبسطه بس يعني اللي احسن يتكلم فيها حد بتاعي بيعمل فاينانشال مودلز. في ناس كتيره قوي ممكن تساعدك في الفاينانشال مودل، ممكن تدور عليها اونلاين، وده بيبقى في كل الحاجات اللي انت محتاجها. فانت هتعمل فلوس قد ايه، ريفينيو مبيعات هيكلفك قد ايه، فده بينكلود الماركتنج، الفلوس اللي بتصرفها على ماركتنج، بينكلود الفلوس اللي بتصرفها على المرتبات، كل الكلام ده. وبيطلع لك تحت خالص رقم اللي انت بتخسره، بتحسب الرقم اللي انت بتخسره ده كل شهر لمدة سنة ونص، ده اللي انت محتاجه عشان الاستثمار. او يعني اعمل ان هو الموضوع وصل. انا بحاول اجري في السؤال شوية، لو ما ردتش عليه كويس قول لي، يعني عادي احاول اجاوب بطريقة تانية.
Is there any investors for food and restaurant industries? في أظن في الكويت في عندهم حضانة أعمال بيعملوا لفود اند فود تاك، يعني فود اند ريستورانتس. ممكن تشوف دول ممكن يبقى أكتر ناس مهمة بالنسبة لك. وكده كده لا، هو في كتير يعني. وببساطة اللي ممكن تعمله بده إن أنت تدور على المستثمرين اللي استثمروا في الناس اللي زيك، وتشوف هما ناس مثلا لو يقدروا تروح تقدم فكرتك. عادة لو هو انجل انفستر، هو في ناس كتير قوي بتمشي بفكرة، في ناس كده وفي ناس لا طبعا، بس معظم الناس اللي قابلتها بتمشي بفكرة انا عايز اوسع الشانسز اوف سكسس. فانا شايف ان مثلا الفود اند ريستورانت اندستري ما بيخسرش في مصر، فعايز استثمر في 3 4 شركات في نفس الوقت. كيف يتم تقييم الشركة؟ زي ما بقول، تروح لحد بفاينانس باك جراوند هو اللي تتكلم معاه عشان خاطر يساعدك في تقييم الشركة بتاعتك. بس هي بتبقى عادة معتمدة على الفلوس اللي انت هتعملها في خلال مثلا يا اما 5 سنين، يا اما الناس اللي في مجالك عملوا فلوس قد ايه. بيبقى في كذا حسبة معينة بيساعدوك ان انت تقرب القيمة بتاعت شركتك. ايه الطريقة اللي اقدر اوصل بيها بالمستثمرين؟ هو الموضوع انا عارف بكرره، بس هو افتح اي ويب سايت بتاع كايرو انجلز او اليكس انجلز، دور على حاجة اسمها جاست، في حاجة اسمها اف 6 اس، في كذا ويب سايت اونلاين، ماجنت فيه مثلا على الاقل 100 مستثمر. ماجنت خش عليه ام اي جي ان اي تي تي، هتلاقي فيه كل الحاجات اللي انت محتاجها عشان تجيب الاستثمار. ما هو فرق ما بين التقييم المستثمر المحلي والدولي؟ الاثنين هما لو مهتمين بالسوق المصري ما مش هيبقى فيه تفريق. هو بس الفكرة كلها ان الدولي ممكن يكون عنده expectations يعني اعلى شويه، انت المفروض يبقى حجمك قد ايه وسرعه الاداء بتاعتك عامله ايه. digital transformation ideas after the crisis. يعني انا مش مستثمر، قصدي يعني انت لازم تروح تجرب. مش حاجه اقدر اقولها لك بكل بساطه يعني. احنا شغالين على فكره ابلكيشن، والابلكيشن خلص استثمار يدخل معايا حاليا. طبعا في كذا نوع مستثمر، في المستثمر اللي بيستثمر في الفكره، في اللي بيستثمر في ام في بي او اللي هو ابسط نوع من البرودكت، وفي ناس بتستثمر بقى في حاجه بتعمل مثلا $100,000 في الشهر. انت بتدور على المستثمر الصح. لو انت عندك فكره بتروح للشخص اللي بيستثمر في الفكره، في الفكره عامه. وده بتعرفه ازاي؟ بتشوف هو استثمر فيه قبل كده، استثمر فيه في انهي ستيج يعني. يعني في كايرو انجلز احنا بنستثمر في ام في بي، في ابسط حاجه للمنتج بتاعك بتطلعه عشان بس تجيب ناس، ده احنا بنستثمر في كده. او بعدها مثلا تكون بعت مثلا اب تو 50 $60,000 في فدي مثلا حاجه لو انت في المرحله دي تقدم في كايرو انجلز. كل مكان، كل جهه استثمار وليها الفكر بتاعها. ازاي اقدم اجمع معلومات؟ معلومات عن حجم الماركت اللي انا شغال فيه هتلاقيها من على World Bank. هتلاقي ويب سايت اونلاين، وفي الجهاز الاحصاء اللي موجود في موجود عامه، هتلاقيه برضو اونلاين. دور كده على جهاز الاحصاء المصري، مش فاكر بس اسمه كله، وهتلاقي كل الحاجات اللي انت محتاجها. How can I study academic level؟ في كذا طريقه ممكن تدور. في انا في حاجه بستخدمها اسمها بلينكست، في كذا حاجه كده معينه تقدر ان انت تنزل كتب اونلاين وتقراها وتتعلم. ممكن تجرب كورسيرا، ممكن تاخد كورس في جامعه امريكيه، في حاجات هناك، في مليون الف طريقه. مفيش ما اظنش انت هتعطل لو كتبت على جوجل رياده اعمال، هتلاقي حاجات كتير قوي ممكن تذاكرها. ليه ستارت ابس محتاجه تريز ا لوت اوف ماني؟ او انت بتاخد فلوس على اساس اللي انت محتاجه. هي هم بيحسبوها بطريقتهم، ملهاش دعوه انت عندك مصانع او حاجه زي كده. هم عايزين يوصلوا لمليون بني ادم، فبياخدوا $100,000 عشان ينتجوا يعملوا برودكت، منتج يعني يقدموه لناس اكتر، يوصلوا لناس اكتر. تعرف مع مستثمرين شغال، نسب الملكيه بتتقسم ازاي بين الشركاء؟ هتبقى على حسب كل واحد بيشتغل قد ايه يعني. لو في حد سي او ممكن ياخد نسبة اكبر يعني، depends يعني.
ايه تشريحات الكتب نقراها خلال الفترة؟ كتب نقراها ممكن تجرب كده كده. كان في كريس ياي بتاع بليت سكيلينج، في بقى حاجات كتيرة، لين 101، لين انتربرينورشيب. ممكن تدور على في هارفارد بزنس ريفيو hbr.org، هتلاقي فيه كذا بقى ارتكل عن ريادة الاعمال تقدر تقراها وتستفيد منها. في واحد بس بيقول مركز الاحصاء اسمه كاب ماس. طب ايه اللي انا كنت بدور عليه بالعربي، اللي هو جهاز الاحصاء والتعبئه السكاني، لو تقدر تقول لي يبقى ريت. طب ايه اللي انا محتاجه عشان اعرضه على مستثمر بزنس بلان مثلا؟ لا، البيتش تاك اللي انا كنت بقى لي حوالي ساعه بتكلم فيها، متقسمه لحاجات معينه، بتقلبها لباوربوينت شكلها كده كويس، شكلها يقدر يتباعت، وبتقدمها للمستثمر اللي انت حاسس ان هو هيبقى عايز يستثمر معاك. طيب كده خلاص، حاجه ما جاوبتش عليها انا اسف. امل ان انتوا تكونوا استفدتوا، وما كنتش كنت ممل بزياده، بس عكس لو كنت ممل كنت مشيت على طول. طيب اخر حاجه بس عايز اقولها، طيب انا بشكركم كلكم لحضوركم، لو في حاجه محتاجينها او اي حاجه I'm sure you can reach، تقدروا تبعتوا للبيج بتاع رايز اب، وابقى مبسوط قوي ان انا اساعدكم في اي حاجه محتاجينها. شكرا لوقتكم، وخليكم في البيت عشان نعرف نعدي من الأزمة دي قريب. شكرا.